قلبت في المحطة، قلبت في جيت المحطة المسافرين، ما خليت فين قلبت، ما خليت فين قلبت. دابا اليوم 3 ايام عليا والله العظيم ما كناكل ما كنشرب. عيفكم ما رجعني اللي بغيتي، بغيتي اللي بغيتي ما تجيبها لك. عمركم ما متفين عندنا الباب ولا نسيت ما غيتي غيتي. عم ضريت بزاف من جيتك والله جد ضريت. اخوان الله يجازيكم بخير، اللي كنتمنى هو انكم تبارطاجيو هذا المباشر اوسع حدود. والصوره اللي امامكم معنا هي ديال الام ديال هذه السيده اللي معنا في الصوره، اللي الاسم ديالها بوشرى، في العمر ديالها 50 سنه. الله يجازيكم بخير، قادرين انكم تعاونونا، غتعاونونا بالبارطاج. اللي شاف فيكم هذه السيده هذه اش واصل معنا الاخت دابا ديال هذه السيده هذه مدوي حاجات خاصه، دابا هي في الدار وهذه السيده خارجه كتقلب على الام ديالها. غتسمعوا معنا التفاصيل بعد قليل، ولكن كنتمنى انكم تبارطاجيو عفاكم، بارطاجيو الله يجازيكم بخير هذا المباشر. انا غنخلي لكم الرقم، الرقم ديال اي واحد فيكم اللي شافها يتواصل معنا. عطيني النمرة عفاك. 07 12 09 44 74 73 74 73. هذا هو الرقم ديالكم اللي بغى يتواصل معكم، هو هذا. الله يجازيكم بخير، البارطاج غتعاونونا وغتعاونونا بزاف. حنا كاملين اليوم ان شاء الله بغينا هاد السيده هادي تنعس مرتاحه في دارها، تنعس مع وليداتها، هادشي اللي كنتمناو باذن الله تعالى. اختي نقولك شوي عليك، مسحي دموعك وعاودي لي شنو وقع بالضبط. قصص كتكون ما بين الام والولاد ديالي، يعني عمرنا دايما نفس الموضوع، يعني ماشي شي حاجه صعيبه ولا عرفتي. كنقول لك المشكل انا اللي قتلني، انا بغيت غير ملي تجي تكون غير مع اختها، غير مع اختي، هادشي اللي بغيت. كاين نقاشات هدرت معاها، زفت انا فزعفت صافي، مشيت عند خالتي قلت عادي ديما كنمشي عند خالتي، كيقول لي امي ما كايناش، كنقول لي ولي فين هي، كيقول لي سخرت ما مشات ما كايناش ما جات. وانا يوم نهار السبت وانا كنقلب عليها ما لقيتش ليها كلاصه، قلبت في المحطه، قلبت في جيت المحطه ديال المسافرين، ما خليت فين قلبت. كاين شي واحد شافها؟ كاين شي والو، كنسولت في المحطه كنقول لهم عافاكم ما تاكدوا تكونوا شفتوها ولا شي حاجه، قال لي والو ما شتاش. كيقول لي كون شفتها راه غنقول لك شفتها. والناس قال لي انا قديم ما كنعرف الناس ولا كنعرف هادو. دزات حوايجها فلوسها؟ خويا سولته قال لي هزت واحد الصاك صغير ما عرفتش، ولكن ما ديرش من الساحل تخليه انسان، انا بنت عامة ما عندها معاقة، مشات تغني مرحبا الوالدين اللي شافها تواصل معاها. خايفة انها في الشارع؟ انا هادشي غير نشوف مي نطمن عليها، اهم حاجة عندها، اما الباقي شنو كيدوحها؟ عمرها ما درت هاد القضية هادي. القضية في هاد الساعة ما عرفتش، ما عرفتي مسكينة عليها ضغوطات كثيرة، وعندي تجا جوز الام ديالي تا هو عندي، وضروري ما كيكون لي اختلاف حيت حنا ما جبناش، وضروري تا هو كيقلب، ولكن ماشي كيف ما انا قلبي محروق، ما كنعسش وما كنشوفش الناس كيف داير. والو كنحاول ناد راسي، ولكن ما كنقدرش، كنحط راسي بالدار كنحس بها، كنقول لي ما بغيتش نبقى في الدار. دات مع شي تيليفون؟ دات مع تيليفون، ولكن ما كتعرفش التليفون ابدا، ما فيهاش النمره، مي ما عندهاش ما عندك لا ما عندك، ما عندهاش من جيل شويه قديم، ما كتفهمش كاع في هذا الشيء ديال التليفون، ما كتعرفش تهضر في الواتساب، ما كتعرفش تجاوب حتى على المكالمات. هادشي اللي دابا اليوم 3 ايام عليا والله العظيم ما كناكل ما كنشرب، الماء اللي كنشربو هو اللي زاد في السك ديريك راه غير. قولي لي في المدينة الأم ديالي بعض المرات كتكون في المدينة كتبيع وتشري، بعض المرات في المدينة. شو الاسم ديالها؟ بوشرى. بوشرى غرام، وهي يعني عمرها ما تقدر تخلي البنت ديالها. دابا هذا هذا هو اللي درك في راسك. كيفاش ان الام هي روحها؟ هذا هو اللي صدمني انا، انا خفت امي دير شي حاجه في راسها، ولكن ان شاء الله يا ربي انا نصح. كيقول لك واحد المشاعر الله يسر، الاخبار الخايبه دغيا كتوصل، يعني كون كانت دارت شي حاجه في راسك كيف ما كتقولي دير شي ديكلاراس، يعني ما كاين حتى شي اخبار. قلب شي في السبيطارات، قلب شي السبيطارات اللي قبل الدار، قلبت السبيطارات اللي كنا ساكنين قبل اللي كانت كتعرف ما عليها اخبار. العائله دابا جا دور العائله، عيطتي للعائله، سولتي، مشيت عند مرت عمي، مشيت عند جميع اللي ما كناش شحال هذه ما زرناهم، مشيت زرتهم. شنو كيقولوا لك؟ هما استغربوا، كيقول لي لا ما يمكنش،
بشرى ما تسحلش. عطاني الصوره باش نركز عليها. عافاك اخوان الله يجازيكم بخير، عاونونا بالبارطاج الله يجازيكم بخير. كنتمنى انه يكون البارطاج نعاونوا هاد السيده هذه انها تلقى الام ديالها. السيده راه كيف ما سمعتوا معنا ما قادرش انها تدخل الدار بلا الام ديالها. حنا كننتظروا اننا اللي بغينا نرجعوا اليوم ان شاء الله ترجع هاد السيده هذه مع الام ديالها. انت الا كنت كتشوف الام ديالك عفاكم ما رجعني اللي بغيتي يا بنتي اللي بغيتي ما تجيبالك عمرك ما تشوفين عندي الحب ولا نسيت ام غيتي غيتي ام ضريت بزاف نسيتك والله يجي ضريت اما الناس عم غيابك يكون بحال هكا ام غيتي والله ما كان وعدك نوصل على الدار القبر ام الله يرحمك والله عمرك ما تسمعين شي حاجه من مني ولا عمرني يقول لك شي حاجه حفك امي ما رجعي انا كنتي كتسمعين امي حبيبتي راه كنتي اغلى حاجه ما عندي وما كيحس بلا امي مشات غير اللي حسيت بها انا دابا الله يرحم الوالدين اللي شافوا ولا كانت شي حاجه تصرف جديده شويه هي اغلبيه كتلبس واحد الجلابيه غادي الكرونو خفيفه خفيفه وكدير واحد ما بدات شي حاجه ما بدات شي حاجه متاكده خليت حوايجها كيف ما الدار كيف ما هي فلوس ما عرفتش انايا قلبت واحد البلاصه فيها الفلوس ما لقيتش فيها الفلوس حتى لاكارت ديالها ما لقيتها نتمنى ما تكون لي خرجي جي شوفي السعاد اختي راه مي سعاد راه بقات بغيابك فراقه والله يا مي سعاد ما كتنعس ولا كتاكل يا مي ما حلتي نطيب لختي ما حلتي نخرج نقلب عليك ما حلتي امي شي حاجه ما يرحمك امي ما كنتي كتسمعيني يا امي الله يرضي يرضي عليك امي ما بقيت قاده نهضر امي راني عيط رجلي دراني كاملين كيدايو معاك الله يرحم لكم الوالدين حسوا بيا كيف ما حسيتوا بيا الله يستر لكم انتم الله تعرفوا بحساس الامومة والله يحسس الامومة صعيب لواحد الدرجه ما يمكنش اللي عنده والديه يتسلى فيهم يتسلى فيهم ويخليهم في عينيهم الله يرضى عليكم عافاكم متعاونوا معايا بارطاجيو هاد الشيء راني عرفتي تحت 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 عرفتي والله عرفتي عينك يما ما كنقدرش نعس ساعه وانا نقلب الساعه الصباح وانا كنقلب في المحطه ديال المسافرين ديال التران نقلب في المحطه ديال الكار ما خليتش محطه كيقولوا لي ما شفتهاش كنقول لهم وين انا بغيت غير نعرف على شي اشاره عمرها عمرها اخوان سبب خلاف بسيط وكيطرف جميع المنازل وجميع الاسر المغربيه كيوقع فيهم خلاف وقع بين هاد السيده والام ديالها اللي عندها الزوج ديالها بدوره حتى هو كما قلت كيقلب عليها ولكن ماشي بديك الحرقه شوف الصوره امامكم راه الدموع ديال البنيه ديالها غتوضح لكم كل شيء الرقم هو 0712-094-73 0712-094-73 عاونونا عفاكم ببارطاج يقدر يعاون بزاف هاد الفيديو غوصل عند بزاف الناس تقدر شي واحد غيشوف هاد الصوره هادي غيشوف الام ديال هاد السيده هادي اللي الاسم ديالها بوشرى في عمرها 50 سنه ام مغربيه واقع لها مشكل دابا ما عارفينش واش خرجات ولا عند شي حد ولا الحدود تاع الامر مبهمه اللي كنتمنوا انكم تعاونونا ببارطاج عافاكم وما يكون الخير ان شاء الله اختي المغاربه كاملين كيدعيو معاك دابا كلشي كيدعي معاك وربي غيسمعك اخبار الخير ان شاء الله الام ديالك غترجع ان شاء الله بخير وعلى خير